مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالأستاذ وسام عكاوي، صاحب مجموعة فياستا هولدينج جروب. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ وسام. أهلا وسهلا فيك. أهلا شرفت. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ وسام، بالبداية بحب أتعرف عليه ونعرف أيضا السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العلمية والعملية. تفضل. أنا مهندس معماري، المشوار عمره 26 سنة، بلش من بيروت. طبعا كنت بعدني طالب جامعي، وصدفة بلشت المشوار تبع فياستا، بلش بصدفة وبلش بفرصة، وبعدين استمر بجهد وبنجاح. عمره 26 سنة مثل ما قلت لك. من مكنة طباعة على البالونات بلش المشوار بطريقة غير متوقعة، ولكن كان في إصرار لنطور هالمجال. موضوع البالونات اتطور بلبنان، وكان الفكرة الأولى للبالونز ديكوريشن بلبنان بعالم الإيفنت. حلو. وهذا الشيء فتح عيوننا على عالم الإيفنتس بشكل عام as an industry يعني. فتطور الموضوع من طباعة البالونات لتوزيع للجملة لوكالات لمدرسة تدرب السوق على هالمجال هيدا. حلو. لانتشار محلات في لبنان وفي العالم العربي، الأردن، سوريا والجي سي سي. طبعا هالموضوع اتوسع بشكل كتير كبير وصار مهنة تخصصنا فيها بشكل كتير كبير. ومن بعدها كان عالم الإيفنتس، أخذنا على الألعاب النارية، تخصصنا وتدربنا بالألعاب النارية الإندور والأوتدور. حلو. واللي سينكرونايز مع الميوزك. براو. الهندسة، واللي هي طبعا العشق والباشن تبعتي، أخذتني على مجال صناعة ديكورات الفلين اللي كمان تخصصنا فيه. دايما كنا رواد بهالمجال هيدا. دايما كانت البداية من لبنان، والانتشار كان على دول العربية. ولكن هالموضوع هيدا بلش بشركة بسيطة اسمها فياستا. والاسم كان كمان بداية مع البالونات وتوسع. ولكن لقينا حالنا انه كل ديبارتمنت من هالخدمات اللي عم نقدمها بعالم الإيفنتس صار لازم نتخصص فيها اكثر وتحويلها لشركات متخصصة مع ناس متخصصين. وهذا الشيء يلي اخذنا على التخصص بشكل انه الديبارتمنت تبع الالعاب الناريه صار ايجوال. وايجوال جولد فاير ووركس هي شركه موجوده في الامارات. من 7 سنوات وجهنا خارج لبنان على السعوديه وعلى الامارات، ويلي هن يعتبروا هالدولتين هن ارض خصبه. اقتصاد الوطني عربي. نعم. كامل. نعم، أرض خصبة إن كان من ناحية الضغط أو القبول بأي شيء جديد وجميل. صح. فإيجوال جولف هي شركة كانت موجودة في الإمارات، ولكن كان عندها ظروف معينة، تعرفت عليها بالصدفة كمان، واشترينا هيدي الشركة يلي موجودة في أبو ظبي، ومكاتبها بين أبو ظبي ودبي، وهي واحدة من 5 شركات عندها رخصة الألعاب النارية لتخدم الإمارات والسوق العربي بشكل عام. وهذا الشيء منه موجود بالدول العربية كترخيص للألعاب النارية. الإمارات منظمة هالموضوع هيدا بطريقة محترفة جدا، وهذا الشيء كان حيث أنه تكون سيف. نعم. أهم شيء كان موضوع السيفتي وموضوع التخصص للشركات والفريق العامل اللي بيكون فيها. موضوع الستايروفوم اللي هو الفلين اللي بلش للحفلات تطور وصار مهنة هندسية، لأنه طورني من ناحية الهارد كوتينج وخشب وحديد وفايبر جلاس. والشركة قدرت بفترة قصيرة إنها تتحول للمقاولات الهندسية، ولكن كثيمين كونستراكشن. يعني اليوم صار في عندنا شركة اسمها أتريوم أركيتكتشر، كمان موجودة في الإمارات. وهذه الشركة اليوم هي اللي مثلا نفذت جسر البالمز اللي تحول لفورست لشجر، ولكن هو من الستايروفوم ولكن ببين حقيقي. وعملت مدن ترفيهية، إن كان مهرجان زايد ولا إن كان كيدز موندو ولا إن كان مشاريع ضخمة يعني. مشاريع ضخمة، ولكن دايما بحالة الثيمينج. يعني نحن اليوم بنحط الفكرة، بنطور الفكرة ومنحولها لمشروع ترفيهي او مشروع انترتينمنت ناجح.
هندسيا وايضا من ناحيه الاوبريشن. هذا الشيء كمان اخذنا بهذا المجال نفسه انه كمان موضوع الانترتينمنت تحول لشركه كمان متخصصه كان اسمها او ما زال اسمها ارت بيت يلي كمان موجوده بلبنان وبالامارات وبالسعوديه. حلو. ولكن مركزها الرئيسي هو الامارات. هالشركه هي اللي جابت كل التالنتس من حول العالم، من افريقيا، من اسيا، من اوروبا، من امريكا، من دول عربيه. هول التالنتس يلي اليوم عم بيقدموا بالمهرجانات يلي نحن اليوم عم ننفذها، المسارح العالميه، السيرك العالمي، الموسيقيين العالميين، الكونسرتس. سو كمان هيدي كانت الشركه الثالثه اللي تحولت من ديبارتمنت لشركه متخصصه. يعني ما شاء الله عنكم عاملين بصمه حلوه كثير كثير لك شغلي. الجميل بمجالنا يعني اليوم اللي مهم لازم نعرفه واللي هو اساسي لرواد الاعمال او للشباب الطموح هو انه اليوم اخذنا لاين. يعني اليوم كل الشركات تحولت لأورجانيزر، إيفنت أورجانيزر، بلانر. صح. نحن اليوم رحنا على التخصص تو سبلاي هول الأورجانيزرز، يعني نحن ما فتنا بمنافسة معهم، نحن حولنا الشركة لشركة تكون هب بالإيفنت إندستري وتقدر إنها تخدم هيدا السوق كسبلاير مش كمنافس للأورجانيزرز، فتحول الأورجانيزرز هن والبلانرز هن السبلاير تبعنا، هن السيلز ماركت تبعنا يلي عم بيخلينا نتواجد بالسوق من خلالهم ومن خلال التنسيق معهم ودعمهم بالافكار بالتصاميم وبالتنفيذ. صح ما شاء الله. فهذه هي كانت السياسه اللي مشيت الشركه عليها واللي بعد عليها. هالشركات وتنوعها من بيناتها كمان فيستا كديبارتمنت لقينا انه صار اجى الوقت انها تتحول لفيستا هولدينج، وهون كانت القرار بال 2019 انه صار في عندنا مجموعه فيستا القابضه يلي تحت الامبريلا تبعها في مجموعه هيدي الشركات يلي هي فيستا جروب يلي هي اتريوم اركيتكتشر وايجوال جولف فاير وركس وارت بيت. اضفنا الى هيدي المجموعه خاصه انه اليوم نحن بعالم عربي، اليوم منه هين انك تعمل انفستمنت بالعالم العربي لانه بشكل عام باستثناء الامارات نوعا ما بشكل عام العالم العربي متحرك اقتصاديا اب اند داون ان كان بالسياسه ولا ان كان بالاجتماع ولا ان كان بكل هيدي الامور. فلقينا انه لازم نتنوع بتخصصاتنا، فرحنا بالسياحه لتاسيس شركه ترافنشر تورز يلي هي كمان اخذت لاين متخصص لاستقبال الفرق الكبيره والمجموعات الكبيره اللي بتجي للايفنتس او لاي اكتيفيشن او مشروع من لحظه وصولهم للمطار للحظه مغادرتهم المطار. بالاضافه لبلاتفورم اونلاين لترافنشر تورز بتقدم اكثر من 25,000 اوبشن لاوتيلات حول العالم وتاجير سيارات وطبعا تيكتينج اونلاين، عمره، حج، سياحه داخليه ضمن الامارات، سياحه داخليه فروم اي تو زد. سو رحنا على ترافنشر، انضافت شركه خامسه للعائله يلي هي فيستا هولدينج. ومؤخرا يعني دائما اليوم الانسان لازم يكون عنده فيجن من ناحيه انه يفهم السوق والحاجه للسوق. كان اليوم التفكير ببرايماد 360 وبرايماد سمارت تكنيكلز يلي هي شركه طبيه ومختبرات، ولكن برايماد 360 لانه اليوم نحن اختصاصيين ومهنيين في عالم الايفنتس عملنا برايماد 360 يلي هي بتاخذ اي اكتيفيشن من معرض او مهرجان او اي اكتيفيشن موجوده او حفل زفاف او اي شيء. تتخصص هذه الشركة من بعد موضوع الكوفيد 19 واليوم الهالي اللي موجود والخوف من موضوع الفيروس، لأنه اليوم هذا الفيروس حيعيش معنا يمكن يبدو فترة طويلة، غير أنه العالم صار عنده خوف منه. برايماد 360 من لحظة شغلنا ببلش من دراسة الموقع، من رسومات للتباعد الاجتماعي وشو الحاجة، لموضوع الديسينفكشن تونلز، الكاميرز اللي بتعمل ديتكشن للحراره، التعقيم بمختلف التقنيات، الروبوت، الدرونز، اليو في سي لايت للمدارس، للجامعات، لكل هالامور. رحنا بلاين جديد، كان تحدي كثير كبير بفتره الركود اللي نحكي عم نعاني فيها، ما استسلمنا، فكرنا تطوروا بحلول وتفيد المؤسسه والمجموعه
لتخدمها بطريقة غير مباشرة. فكان التطوير يلي هو برايمات، فتم إضافة شركة سادسة للمجموعة وما زلنا طبعا يعجز اللسان عن التعبير. صدقا أنا كأحمد أنا برفع رأسي فيك أستاذ لسان، كوني أنا عربي ومن بلاد الشام، فعلا أنا بفتخر فيك على النجاح اللي حققته خلال السنوات الماضية وعلى الخبرة اللي اكتسبتها. أنت إنسان تستاهل تكون ناجح بحياتك، تستاهل أنك تكون في أعلى المستويات. طبعا الآن خلينا نخبر المشاهدين عن التميز اللي اكتسبته خلال السنوات الماضية. يعني هلأ كجروب مجموعة عندها خدمات عديدة ومتنوعة، أكيد كسوق إماراتي في شركات كمان منافسة، فالتميز ما بيجي يعني مش سهل إنه يجي، فكيف أنتم قدرتوا تميزوا وتكسبوا ثقة العالم فيه؟ السوق الإماراتي هو سوق جميل ولكن سوق صعب. لأنه سوق جاذب للمستثمرين طبعا، ولكن المهم فيه هو أي شخص اليوم بده ينوي يدخل على السوق الإماراتي لازم يكون حاطط مخطط، لسبب أنه السوق الإماراتي دايماً الستاندرد تبعه عالي من ناحية الذوق ومن ناحية الاحتراف. فاليوم أنت لتقدر تنافس ولتقدر تخلق لنفسك حيثية بالسوق الإماراتي لازم تكون اليوم عم تشتغل على ستاندردز عالية، على ستاندردز من ناحية المهنية والاختصاص والالتزام كهاي كواليتي، إن كان من ناحية من التصميم لما تعمل التصميم للزبون أو تعطي الفكرة، إن كان للتنفيذ، إن كان للأفتر سيلز قدي أنت اليوم قادر تستمر معه بخدمته لتكون موجود، لتكون عم تعطيه اللي هو بيتوقعه منك. فالسوق الإماراتي كان تحدي بيفرق عن كل الأسواق يلي فيستا دخلت لها، وتعلمنا من هالسوق الاحتراف والتحدي بشكل كتير كبير، ونقلنا هالاحتراف على الدول الثانية. هذا اللي خلى فيستا إنها تكون ISO certified لتظل عم تقدر تعطي السوق الإماراتي يلي بيستاهله من ناحية الاحتراف والتخصص. وهذا أهم شيء موضوع التخصص، إنه ما يحس الزبون خاصة إنه فيستا هولدينج بتملك عدة اختصاصات، ما يحس إنه أنا اليوم شو ما عندك يلا أنا قادر لبيك. لا، أنا اليوم لما عم بدخل لعندك قادر وجهك اليوم باتجاه هيدي الشركة أو هيدي الخدمة أو هيدا النوع من المنتج. فهذا هو السوق الإماراتي وهذه الفاليو تبعته، ومتى قدرت انسجمت مع هالكواليتي هاي وعودت التيم عليها صار السيستم ماشي بطريقة كتير سلسة ومفيدة تخدمك وتخدم السوق. ما شاء الله عنكم، ما شاء الله متحدث أستاذ وسام. طبعا الآن خلينا في نهاية لقائنا معك نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات. طبعا ما ننسى على رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أطال الله في عمره رئيس دولة الإمارات، بنا رسالة شكر من فيستا ومن الأستاذ وسام عكاوي. سيدي الكريم، أنا شكري حيكون من ناحية بشرح شغلة بسيطة تتميز فيها الإمارات العربية المتحدة، وهي أنه اليوم أي دولة عندها اقتصاد يتطور ويطور نفسه بالطريقة اللي موجودة، القيمة تبعت هالدولة هي الفيجن اللي موجودة عند الشيوخ. طبعا لأنه اليوم مثل أي موظف لما يجي على الشركة بيفكر اليوم أنه أنا هل هالشركة هي بلاتفورم لأقدر أتطور فيها ولا حضل محلي. بالضبط. نفس الشيء المستثمر لما بده يدرس أي أرض جاي يستثمر فيها كمان بده يفكر هل هالدولة هاي عندها فيجن لأنا أكبر فيها. وهي هي الإمارات، هذه الفاليو تاعت الإمارات. طبعا. فغير الأمن والأمان يلي الواحد بيتمتع فيه بهيدي الدولة، في كمان عامل الاستقرار، الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وهيدي كمان نعمة أخرى تتبع الأمن والأمان. أكيد. والأهم من هيدا كله إنه هيدي الدولة تنظر إلى أي مستثمر أجنبي بيجي بيقصد هالدولة هاي تطلع فيه ما بتميزه اليوم لا بلونه أكيد ولا بجنسيته، وبتميزه اليوم بقديه هو معطاء وبقديه هو كفو، وهيدي الميزة اليوم موجودة بدولة الإمارات. فلا بد إنه نشكر الشيوخ الكرام أطال الله بعمرهم على كل هالنعم هيدي اللي موجودة بالإمارات واللي بتمنح من المستثمر إلى أصغر الموظف موجود بالدولة الأمن والأمان النفسي
والطمأنينة الداخلية لأنه موجودة كل هالشيء اللي أنا خبرتك عنه. صحيح، أشكرك جزيل الشكر على هاي الرسالة الطيبة والعطرة من المنبر الخاص بحضرتك. أنا إحساسك وصلني، إن شاء الله يوصل المشاهدين الآن. وقبل ما ننهي حلقتنا لهذا اليوم بدي منك بس تخبر المشاهدين وين احنا موجودين بدبي. تفضل. احنا اليوم موجودين بالامارات، مكاتبنا موجوده في دبي بعود ميتا، ومعملنا موجود في الشارقه معمل اتريوم، والالعاب الناريه ومخازنها والاوبريشن موجوده في ابو ظبي، يعني تقريبا على مساحه الامارات على مساحه الامارات موجودين. طبعا الخدمات موجوده في هيدي الامارات الثلاثه من خلال مكاتب تمثيليه وسيلز واوبريشن. صحيح. طبعا مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل في اسفل الشاشه، والويب سايت لشركه فيستا جروب داون اوف اور سكرين. طبعا انا بشكرك جزيل، انا بتشكرك على هالفرصه وسام الاستقبال الرائع وحسن الضيافة، وبتشكرك لدعمك أيضا. شكرينكم جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا الجمعة والسبت على قناتكم سمع العين وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.